مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. اقتحمت القوات من مكتب حماية الدستور 13 هدفا لأشخاص من اليمين المتطرف في عمل المنسقة في 6 ولايات اتحادية بموجب قانون الحظر النازي، وفي 12 عملية تفتيش للمنازل تم الاستيلاء على الهواتف المحمولة وناقلات البيانات والأشياء المتعلقة بالجرائم المزعومة من 4 أشخاص في فيينا والنمسا السفلى، واثنان من فورالبيرغ، وواحد من كل من بورغنلاند وسالسبورغ والنمسا العليا. وبالإضافة إلى تذكارات نازية في قضية اثنين من المشتبه بهم، تم ضبط اثنان من المشتبه بهم يمتلكان أسلحة بشكل قانوني. وقد أكد وزير الداخلية كارنا أن العمل الحاسم ضد التطرف اليميني ليس فقط جزءاً من مسؤوليتنا التاريخية، ولكن مهمة تحقيق مركزية لمديرية أمن الدولة والاستخبارات ومكاتب الدولة. كما علقت وزيرة العدل ألما زاديتش قائلة أن العملية ضربة مؤثرة لوسط اليمين المتطرف في النمسا. أدان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ الهجوم المسلح الجديد الذي حصل في تل أبيب أمس الخميس، وراح ضحيته قاتلان والعديد من الجرحى، حيث كتب شالنبيرغ على تويتر: أخبار صادمة حقا عن هجوم إرهابي بشع في قلب تل أبيب. وفيما تستمر الشرطة بعملها، نتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم حيال الهجوم المروع في هذه الساعات الحرجة، نقف إلى جانب إسرائيل. ويذكر أن هذا الهجوم هو الثاني خلال 9 أيام في تل أبيب، والرابع خلال أقل من 3 أسابيع في إسرائيل. قام شاب سوري يبلغ من عمر 20 عاماً بكسر كاحل ضابط شرطة في فيينا فافوريتن بالحي العاشر منتصف ليلة الجمعة، وذلك أثناء مطاردة الشرطة له بعدما لكم صديقته ذات 15 عاماً وسرق هاتفها. وقد هربت الفتاة منه وطلبت المساعدة من سائق سيارة متوقفة. وأثناء المطاردة ركل الشاب الضابط على قدمه وكسر كاحله، لكن تمكن الضابط الثاني من السيطرة عليه وصاح الشاب بصوت عال: سأتي مع 1000 مسلم وأقتلكم جميعا. وقد اقتيد الشاب إلى السجن ليتم التحقيق معه حول الأذى الجسدي الجسيم ومقاومة سلطات الدولة والتهديدات الخطيرة والسرقة. تعرضت زيكي موغا رئيسة الكتلة البرلمانية عن حزب الخضر في البرلمان النمساوي أمس الخميس لهجوم من قبل معارض للإجراءات التي تنتهجها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إحدى حانات العاصمة فيينا، حيث اشتبك الرجل مع البرلمانية في جدال، ثم ما لبث أن ألقى الشاب البالغ من العمر 26 عاما كأسا من الشراب في وجهها ولم تصب بأي أذى. وقامت الشرطة بالقبض على المهاجم ليتم إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد إعرابه عن أسفه أثناء استجوابه. ولقد أدان المستشار النمساوي كارل نيهما الهجوم بشدة، وكتب على تويتر أنه يجب ألا يكون العنف وسيلة للنقاش السياسي مطلقا. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.